نحن الآن في رالي فزان الذي سوف ينطلق يوم الغد. طبعا الشباب شركة المعلم المبدع قاموا بتركيب ستلايت خاص بالإنترنت، إن شاء الله سوف نعود إلى سبها. إن شاء الله سوف نعود إلى سبها. نحن الآن في مخيم تركيبة أو مخيم تويو. إن شاء الله سوف تشاهدون كل شيء بالإنترنت عن طريق المراسلين. الآن